والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة، ونتابع أهم أخبار المال والأعمال مع رجاء رمزي. إليك رجاء. شكرا ليك ريام، شكرا سحر. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الجولة الاقتصادية. أكدت شركة الشحن البحرية الفرنسية CMA أكدت أنها تعتزم زيادة عدد سفنها التي تعبر قناة السويس تدريجية. وأكدت الشركة أنها تضع حاليا خططا للزيادة التدريجية في عدد السفن التي تعبر قناة السويس. تبذل الدولة جهودا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية من أجل تشجيع المستثمرين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد من محفزات تنافسية. في إطار توجيهات الدولة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي، قامت شركة النصر لصناعة السيارات بتسليم أول أتوبيس نقل جماعي صديق للبيئة للشركة المسؤولة عن النقل الجماعي في العاصمة الإدارية. يأتي ذلك تمهيدا لإبرام اتفاق لتوريد إجمالي الكمية التي تحتاجها الشركة المشغلة من الأتوبيسات اللازمة لتدخل الخدمة ضمن منظومة النقل الجماعي في نطاق العاصمة الإدارية. هذا وأوضحت الحكومة أن خطة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة مستمرة في جميع الشركات التابعة، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الأداء وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وأيضا استثمار رأس المال البشرية. شهدت محافظة الفيوم وضع حجر الأساس لأكبر مخزن استراتيجي للسلع الغذائية في المحافظة بتكلفة قدرها 1,500,000,000 جنيه. تعتبر محافظة الفيوم المحافظة الثالثة التي تم وضع حجر الأساس للمستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية بها، وذلك بالحي المتميز بمنطقة دمو على مساحة 14 فدان، والذي سيخدم محافظات شمال الصعيد بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع واستخدامها لفترات طويلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، وذلك على مدار العام. تسلم عدد من المزارعين بمحافظة بورسعيد 170 عقدا مؤمنا للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمناطق سهل الحسينية وسهل الطينة ومثلث الخير، ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالمزارعين. وأكدت الحكومة أن هناك توجيهات رئاسية بتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للمواطنين، منها تقنين أوضاع الأراضي الزراعية. سعداء ومبسوطين النهارده بسلام عقود التمليك اللي بتأمننا وبتأمن اولادنا. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو بذل كل جهده، هو وكبار الدوله المسؤولين ووافوا بعضه، ومبسوطين اللي احنا كنا حلم والنهارده اتحقق. انا مستلم من سنه 97 معايا 10 فدادين، واستلمت العقد البدائي بتاعهم النهارده.
أكد وزير البترول طارق الملا أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي لمصر في العديد من المجالات، خاصة في مجال البترول والغاز. جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر. من جانبها أشارت السفيرة الأمريكية إلى أهمية مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس كمنصة عالمية تحظى باهتمام الشركات الأمريكية لما توفره كبيئة أعمال وتبادل للخبرات. وإلى أسواق البترول العالمية التي ارتفعت فيها أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وأيضا التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي وأيضا يعزز الطلب. هذا وزادت العقود والأجل الخام برنت بنسبة بلغت 0.89% ليصل إلى 79 دولار 13 سنتا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.61% مسجلة 73 دولار 59 سنتا للبرميل. هذا وقفزت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.2% مسجلة دولارين 72 سنتا للتر. فيما أيضا صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.5% مسجلة دولارين 2.39 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية. صعد المؤشر السعودي بنسبة بلغت 0.5%، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة بلغت 0.3%. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى ريهام وسحر، فإليكم. شكرا لك رجاء رمزي.